أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه. مع القرآن والسنة رب الكون يرجونا، كما البستان بزهورة على حسنه سهلونا. يا لا 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 يا لا لا لي، يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لي، يا لا 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 يا لا لا لي. أحب اللي يحب الخير وأحب اللي من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه. مرحبا ومسهلا بأهل الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوالدين لهم فضل عظيم علينا بعد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علينا أيها الأخوة والأخوات أن نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع والدينا، بحيث أن نحن نتعامل معهم بخفض الجناح، أي بالتواضع لهما تذللا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نخفض صوتنا معهم في حين الحديث معهم، في حين السؤال بنسألهم عن شيء ننزل صوتنا شوي، في حين اطلبوا لنا من شيء كلمة لبيه وكلمة إن شاء الله وكلمة أبشر وكلمة نعم وكلمة تامرون أمر، ثرهم بعد الله سبحانه وتعالى هم السبب في وجودنا، وهم لهم الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون صوتنا عالي. أيضا بعضهم يقول لك: الحمد لله أنا ما أرفع صوتي على أبوي ولا على أمي، لكن في تصرفات معينة بالسلوك قد لا تظهر بالصوت ولا بالكلام، ولكن مثلا يأمرك الوالد بأن تذهب إلى المكان الفلاني، تقول أوه طيب إن شاء الله. أنت هنا ما قلت له أوف ولا شيء، لكن بأسلوبك هذا كأنك مش راضي أو مش متقبل هذا التوجيه. أو أنت يا بنتي أو يا أختي لما تأمرك الوالدة وقالت لك شيء ونصحتك نصيحة لوجه الله، يمكن أنك عطيها نظرة قلت طيب طيب، هذه النظرة أنت قلتي طيب، لكن فيها عدم قبول التوجيه من الوالدة، ولنحذر لأنها تدخل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني أنت ما قلت كلمة أوف، هي الأوف مش كلمة وردت بحد ذاتها، ولكن بتصرفك بسلوكك بنظرتك للوالدين ممكن يكون فيها نظرة احتقار. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الدعاء مهم أيها الأخوة والأخوات، ندعو لوالدينا إن كانوا أحياء فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرهما على طاعة الله، وأن يحسن خاتمتهما. وإن كانا أموات فنسأل الله لهما الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يدعون لوالديهم، وأن يجعلني وإياكم من البارين في والديهم. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير.
خير واحب اللي يحبونه، احب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه. احب اللي يحب الخير واحب اللي يحبونه، احب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه. مع القرآن والسنة رب الكون يرجونا، كما البستان بزهورة على حسنه زهلونا. يا لا 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 يا لا لا لي، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعه تراهم ما يودونه. من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعه.